بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس جمهورية إيران الإسلامية عبر فيها جلالته عن صادق تعزيه وأخلص مواساته بوفاة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفزنجاني داعيا جلالته المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم فخامته الشعب الإيراني وأبناء الراحل ودويه جميل الصبر وحسن العزاء